السلام عليكم، معكم دكتور محمد بركات وحلقة جديدة من Simplified Endodontic Tips. النهاردة عايز اكلمكم عن 2 classification من الكلاسيفيكيشنز بتاعت الكلامبس. اول classification عندي according لشكل الكلامب، الكلامب بتاعي ده winged ولا wingless. تاني classification عندي according للاكشن بتاع الكلامب بتاعي على السوفت تيشو، على الجينجفا بتاعتي، هل الكلامب ده اكتف ولا باسف. طب ازاي اقدر افرق ما بين الاكتف كلامب والباسف كلامب؟ لما ابص على الجوز بتاعت الكلامب بتاعي، لو لقيت التو جوز بتوع الكلامب بتاعي باصين لتحت ايبيكالي، ده معناها ان هو اكتف كلامب. ليه سميناه اكتف كلامب؟ لان هو كلامب ليه اكتف اكشن على السوفت تيشو، بيعمل ريتراكشن للسوفت تيشو وبيجين الريتنشن بتاعته ايبيكالي. وتاني حاجه الباسيف كلامب، الباسيف كلامب بتاعي بلاقي التو جوز بتوعه باصين لبعض، بالتالي ده ملوش اي اكشن على السوفت تيشو وبيجين الريتنشن في الحاله دي من الهايت اوف كونتورز بتاعه السنه. شكرا جدا ليكم واشوفكم ان شاء الله في حلقات تانيه كتير.